الفل عليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في يوم جديد من العبها صح وكالعادة على مدار ساعتين من الساعة 10 ولحد الساعة 12 هنتابع معاكم أهم وآخر الأحداث الرياضية على الساحات المختلفة سواء محليا عربيا إفريقيا وبالطبع عالميا. وفي البداية صباح الفل عليك يا كريم. صباح الفل يا مرهان، صباح الفل على حضراتكم. يوم جديد إن شاء الله مليان بالأخبار، أخبار منتخبنا الوطني بكل تأكيد، أخبار كمان معسكر المنتخب الأولمبي في معسكره في أوزبكستان، وبالتأكيد أول بطولة لدوري الأمم الأوروبية اللي فازت بيها امبارح البرتغال على هولندا. كلام كتير يتقال على البرتغال، يتقال على كريستيانو رونالدو، ضيوف كمان أعزائي هتستمتعوا بيهم على مدار حلقتنا اليوم. أكيد مواضيع كتيرة جدا هنتكلم عن أبرزها، ولكن في كالعادة زي ما تعودنا لازم نبدأ حلقتنا ونعرفكم على أهم أحداث اليوم، علشان كده هنبتدي مع أجندة لأهم أحداث اليوم الرياضية. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا، وكالعاده دايما بتكون في احداث كتيره على الساحه، ولكن بنلخصها لكم في التوب 5 اهم اخر اخبار، خمس اخبار على الساحه الرياضيه على مستوى العالم كله. بالتاكيد البدايه هتكون عند منتخبنا الوطني. محمد النني انتظم في التدريبات منتخب مصر وفي المعسكر استعدادا لخوض منافسات بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 واللي تقام في مصر بعد انتهاء الاجازه التي حصل عليها من الجهاز الفني. ده يجي في الوقت اللي واصل فيه لاعبو منتخب مصر تدريباتهم البدنيه داخل النادي الصحي بمقر اقامه المنتخب ومشاركه النني وجميع اللاعبين. خضعوا جميع اللاعبين على تدريبات لمده ساعه في اطار اجراء قياسات بدنيه يجريها مدرب الاحمال والطاقم الطبي في وجود جميع افراد الجهاز الفني، وده سعيا للارتقاء باللياقه البدنيه والوصول لاعلى معدلاتها. لو تفتكروا البطوله الماضيه في كاس الامم يا مرهان، احنا كان عندنا مشكله كبيره، واحنا وصلنا الفاينل، بس المشكله البدنيه دي كانت اكتر مشكله بتواجه منتخب مصر. ايوه لو تفتكري احنا اصابات كتيره، اللعيبه كمان اللي كانت بتشارك بتتعب بسرعه، حتى ماتش الكاميرون في الفاينل احنا كانت الحاله البدنيه مختلفه تماما عن حاله منتخب الكاميرون. فالامور البدنيه ديت زي ما الامور الفنيه مهمه، الامور البدنيه دلوقتي بقت اهم كمان من الامور الفنيه. دي حقيقه، واكيد طبعا الجهاز الفني عنده دور كبير جدا، ولكن كمان زي ما انت بتقول يا كريم كانت المباراه في الجابون، فممكن ده يكون عنصر صعب، واكيد ارض الملعب كمان كانت على مدار البطوله اللاعبين بيشتكوا منها، ولكن كنا نحن بنتكلم ان في تجهيزات اكثر من رائعه بيقوم بيها جداً طبعا جداً. كابتن محمد فضل علشان الاراضي الملاعب بالظبط. طبعا خدي بالك كمان ان البطوله المواعيد قريبه، يعني الماتش بين الماتش والماتش ماكسيمم 4 أيام او 5 أيام، فالمده القليله ديت في ماتشات كتيره بتتعب اي لعيب في العالم، يعني لازم الريكفري اكيد يكون بشكل صحيح.